في بابل سنة ليست كسابقاتها، فمن مواكب خدمة زوار الأربعينية إلى خدمة زوار ساحات الحرية. يتطوع أهالي محافظة بابل لتقديم الطعام والشراب للمنتفضين. من فضل الله سبحانه وتعالى بعد أن أتممنا زيارة الأربعينية الإمام الحسين وبدأ بهذه المظاهرات المليونية، بدأت مواكبنا وتحولت من طريق زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام إلى ساحات المظاهرات السلمية، نؤكد السلمية إن شاء الله. على طول الطرقات المؤدية إلى ساحات التظاهر تنتشر مواكب دعم ثورة تشرين ضمن مبادرة إنسانية وطنية تتجلى فيها أبهى صور التعاون والوحدة بين أبناء الشعب العراقي، وهو يواصل المسير على طريق ثورته على النظام. طلعت هاي الناس، يعني هالمواكب مبادرة إنسانية جدا نادر من مثيلة بدول العالم بالنسبة لمحافظة بابل. هاي المواكب اللي صاحب موكب تجي موكب يقدم من حيث المأكل، المشرب، المسكن، الملبس، من حيث المنام، كل شيء جاهز. يعني المعتصم من جاي هنا كأنه ما عنده بيت هذا يما. على ذاتهم اعتمدوا فسخروا ما يملكون من أموال رغم ضنك العيش ليطلقوا مبادرة مواكب خدمة المتظاهرين. مجموعة شباب أصحاب الموكب دعم ذاتي بين الشباب يجمعون مبالغ مادية ويشترون بها هالموجود الصبح لحد ثاني يوم الصبح، وهكذا مستمرين من دعم، من أكل، من مي، من شاي، مستمرين ودعم المتظاهرين بجهود ذاتية، ما في أي أحد يدعمنا. لم يترك العراقيون مبادرة وطنية إلا وسارعوا إلى القيام بها لتكون ثورة تشرين الصورة الحقيقية للمجتمع العراقي بروحه الوطنية وجمال نفسه وسماحة معيشته رغم كثرة المآسي والمحن.